السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أول سوف نحل سويا أسئلة درس الآحاد والعشرات. السؤال الأول: اكتب عدد الآحاد وعدد العشرات. قلنا يا أول دائما نحصر العشرات ونرى كم عشرة معنا، الرقم نكتبه في منزلة العشرات، وباقي الموجود من المكعبات أقل من عشرة نكتبه في خانة أو منزلة الآحاد. مثلا هنا كل مربع طويل كامل نسميه عشرة. هنا كم مربع طويل كامل معانا؟ واحد. إذا عشرات معي واحدة. وكم مكعب بقي؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا الرقم يا أول نقرأه 16. 16 دائما عندما نقرأ رقمين نبدأ في الآحاد، نلفظ الآحاد أول ثم العشرات. الآن يا أول انظروا هنا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هذه عشرة، إذن وهذه متساوية عشرة، وهذه عشرة. إذن كم عشرة لدي أول؟ لدي ثلاث عشرات. وكم مكعب بقي؟ واحد، اثنان، ثلاثة. انظروا إلى هذا العدد كيف نقرأه، ثلاثة وثلاثون. ثلاثة وثلاثون، أحسنتم. اكتب عدد الآحاد وعدد العشرات ثم اكتب العدد. هيا نعد العشرات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربع عشرات. إذا كم عشرة لدي أول؟ أربع عشرات. هيا نعد المكعبات الغير محصورة في عمود كامل، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمس آحاد. من يقرأ لي الرقم؟ هيا يا أول. إذن العدد هو 45. أولا أبدأ بقراءة الآحاد ثم العشرات. 45. 45، أحسنتم. والآن يا أول هيا نقرأ المسألة الأخرى. هيا نعد العشرات، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. نحصرهم في دائرة. نعد مرة أخرى، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هذه عشرة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هذه عشرة أخرى. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن في الآحاد ستة، وفي العشرات هنا عشرة وهنا عشرة، إذن اثنان عشرات. من يقرأ لي العدد يا أول؟ 26. 26، أحسنتم. انظروا إلى المسألة التفكير المنطقي. اكتب العدد الذي عشراته 6 وآحاد ثمانية. عشراته 6 وآحاد ثمانية. ما هذا العدد يا أول؟ 68. 68، أحسنتم.